ابو الهول غمض عينه. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. انتشرت صور كتير من اكتر من مصدر لابو الهول وهو مغمض عينيه، وكمان انتشر فيديو برضه بنفس الطريقه. الموضوع انتشر بسرعه جدا، وناس كتير خايفه وقلقانه وبتقول دي اشاره شؤم. والموضوع ما وقفش على المصريين، ناس كتير من بره شغلها الموضوع. ابو الهول مشهور، جرى لك ايه يا ابو الهول؟ ابو الهول ما لمحتش الغريب وغلاوة طربوشك يا عربي، ما شفت حد. بس للأسف وزارة السياحة والآثار نفت الخبر، قالوا الفرق باين بين الصورتين ودي إشاعة. بس دي أحلى إشاعة، دعاية مجانية لأبو الهول. ألفيس يا مسا على أبو الهول. مساء الفول. فول يا ألفيس، جنب رجل اليمين.